النهاردة هنتكلم عن حاجة مفرحة جدا، السعادة. كل واحد مننا من حقه انه يشعر بالسعادة، والسعادة هي شعور بالرضا. السعادة انك تسعد انسان في الوصول لاحتياجاته والحاجة اللي هو بيحبها او بيحب يعملها. دايما بنسمع مصطلح ان السعادة شيء نسبي. هو فعلا السعادة شيء نسبي، الحاجة اللي تسعدك وتفرحك وتبسطك غير الحاجة اللي تسعدني وتفرحني وتبسطني. بس مفهوم السعادة يكمن في الشعور بالرضا، ان الانسان يكون راضي بحياته، راضي بكل ما يقدم له من خدمات. كلنا شركاء في هذا المفهوم، من وزارات، من مؤسسات مجتمع مدني، من افراد، من شباب، من اطفال. لازم كلنا نشترك في تحقيق مفهوم السعادة. للأسف في مجتمعاتنا العربية مفهوم السعادة بيعتبروه مفهوم ترفيهي، لحد ما أعلنت دولة الإمارات الشقيقة عن وزارة السعادة. كل الناس استغربت، يعني إيه وزارة السعادة؟ ما هي الإمارات عندها كل حاجة حلوة فناقصهم السعادة. لا، مش كده. علشان الإمارات عندها 200 جنسية غير الإماراتيين اللي عايشين أهل البلد، فإزاي يحصل ربط مجتمعي ما بين المواطنين وما بين 200 جنسية بثقافات مختلفة بتعليم مختلف؟ إزاي يبقى في ربط مجتمعي؟ إزاي يبقى في إنتاج حقيقي؟ إزاي يكون في شعور بالرضا وشعور بالثقة؟ وعلى فكرة الإمارات كانت سابقاها فنزويلا برضو في وزارة السعادة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون عندنا في مصر وزارة للسعادة، وزارة تسعد المواطن وتحقق له احتياجاته ورغباته. هتقولي يعني إحنا عندنا بطالة وعندنا أمية وعندنا مشاكل كتير وقضايا كتير مهمة، بتكلمينا في السعادة؟ هقولك ده أبسط حقوق المواطن، أن يشعر بالسعادة والرضا. لازم نفكر بره الصندوق، نفكر في أفكار إبداعية ومتطورة تخلينا سعداء. ما نقعدش حاطين إيدينا على خدنا مستنيين إن حاجة تيجي تفرحنا. فرح نفسك بنفسك. كل الدراسات الأجنبية اللي طلعت في قياس السعادة قالت إن السفر مهم جدا للشعور بالسعادة. قالت ان كل ما تخاف او تفكر في الماضي ده بيضعف الشعور بالسعادة. كمان قالت ان الشخص السعيد بينتج 6 مرات عن الشخص الغير شاعر بالسعادة. واحنا ممكن نقدر نبسط نفسنا او نسعد نفسنا باقل التكاليف وباقل المواقف الحلوة اللي ممكن نعملها، ان احنا نبتسم. ولا تبخل بابتسامتك لأحد، لأن ابتسامتك دي بتجعل الشخص اللي قدامك يشعر بالسعادة. إن احنا ننزل القرى وننمي القرى ونجمل الشوارع، ده بنشعر الإنسان بالسعادة. إن أنا يكون في إنسان جاري أو إنسان أنا أعرفه قريب مني محتاج مساعدة وساعده، ده بيشعره بالسعادة. إن أحببت أن تكون أسعد الناس بما عملت فاعمل.